تصوروا إن كيس واحد زي ده لما بيتحط في المية السخنة بيتحرر منه قد إيه مايكرو بلاستيك بارتيكل. طول عمرنا بنستخدم في بيتنا الشاي السايب، لكن ماما معوداني من واحنا صغيرين إن الشاي السايب ده لينا في البيت، إنما لما يجي لنا ضيوف بنستخدم معاهم التي باجز عشان نبقى أولاد ناس وكده. تعالوا أما أحكي لكم بقى على التي باجز وكارثة البلاستيك اللي فيها أو المايكرو بلاستيك. تصوروا إن كيس واحد زي ده لما بيتحط في المية السخنة بيتحرر منه قد إيه مايكرو بلاستيك بارتيكل. الأبحاث النهاردة بتتكلم على البلايين، بالظبط بالظبط 11.6 بليون مايكرو بلاستيك. ليه الورق ده عشان يفضل مقوى كده وما يتقطعش بسهولة بيترش ببلاستيك علشان يمسك نفسه. مش معقول تكونوا لسه عايزيني أكلمكم على أضرار البلاستيك وقد إيه بيعمل خلل في الهرمونات بتاعتنا وكمان بيعمل حالة التهاب، ولو هنتكلم على ارتشاح الأمعاء بقى حدث ولا حرج. تصوروا المايكرو بلاستيك اللي احنا بناخده كل يوم ده قدروا يفصلوه من كل حاجة في جسمنا حتى لبن الأم. تخيلوا أم بترضع ابنها لبن جواه بلاستيك بسبب حاجات كتير من أشهرها الأكياس اللي زي دي. سيبك بقى من الواجهة الاجتماعية، لأن المايكرو بلاستيك دي اللي بتخش جسمك وجسم عيالك بتعمل ارتشاح أمعاء، بتعمل حالة التهابية غير عادية، وبتلخبط كل الهرمونات مش الاستروجين والبروجسترون بس، اسمها اندوكراين ديسربتر. فمعلش يا ماما مش وقت الواجهة الاجتماعية دلوقتي خالص، هنشرب شاي سايب وهنشرب ضيوفنا كمان شاي سائل.